بدخل المحل، ببلش أول ما تدخل المحل ببلش بالعصير، بعصر أنواع العصير، الجزر، البرتقال كبداية مع الموظف، بشوف شو استعداده ليومه. بعد ما أخلص بقعد تقريبا 15-20 minutes بلف على الخضرة، بتأكد من الفواكه إنها تازة ممتازة المعروضة، الخضروات بطلع عليها، بصفت بالخضرة معهم مع الشباب. بعدين بروح على بعد الخضروات بروح على الأسماك، بتطلع على نوعية الأسماك تازة اللي محطوطة بالشوكيس المعروضة كلها، بتأكد. بروح على اللحمة، بقضي وقت مع طبعا مع كل ديبارتمنت، بقضي مع الموظفين وقت كبداية يومهم انه يشوفوني بساعد معهم، لانه بعطيهم حركة ليومهم. بروح على اللحمة، بطلع بتأكد من اللحوم، شو موجود بالكولر، كيف الموظفين، بعطيهم مساعدة، بشوف بيعملوا عنا بوفيه سلط، شو الأنواع السلط، شو الكواليتي، بدوق كل نوع سلط بدوقه، طبعا بتأكد انه كل اشي اوكي. بروح على الفرن على البيتزا، بشوف المعجنات لتكون جاهزة الساعة 10 الصبح للزباين. الهات فود بنبلش يومنا على 10، بساعدهم كمان نفس الاشي مع الموظفين. بنحط الدجاج اللي على الفحم، مشاوي على الفحم، الدجاج مثل البلاد القديمة، يعني على الطريقة القديمة شوي الدجاج. بعدين بروح على الكاشير، بتأكد من التشيك اوت، من الزباين كيف الخدمة، كيف الأسعار.